اقوى حرك للدهون. خلال 3 ايام بس هينسف معاكي كل الدهون العنيده. خلال 3 ايام هتبصي مش هتلاقي ليكي لا جوانب ولا ارتاف ولا اي حاجه من المشاكل دي. جربوا الوصفه وباذن الله تدعي لي. عايزين نعرف الوصفه دي عملناها ازاي؟ يلا بينا كده، حطوا لايكات كتير للفيديو ويلا بينا. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين معايا هنستخدم في الوصفه بتاعتنا النهارده طبعا الليمون او الحمض. طبعا كلنا عارفين فوائد الليمون في ازاله الدهون. الليمون ده يا جماعه ده بينسف معاكي كل الدهون العنيده. النهارده هنستخدمه كمشروب حارق للدهون. طبعا في حاجات تانية ان شاء الله هتشوفها معايا. الحاجات ديت يمكن اول مره هتشوفوا معايا الوصفه ديت. الوصفه دي وصفه جباره كويسه جدا. هنستخدم الليمون بتاعنا. طبعا هنقطع الليمون زي ما انتم شايفين كده شرايح. طبعا يا جماعه الليمون الناس حتى اللي هي مش عايزه تشربه علشان تخس هتشربه علشان كفيتامين سي كده في الجو اللي احنا فيه النهارده ده اهوت. احنا النهارده هنعمل حاجه كده زي ايه؟ زي شوربه كده من جهه ان هي تحسسنا بالشبع، لان طبعا المكونات اللي احنا هنحطها ده فيها الياف كويسه جدا. من جهه تانيه كمان ان هي هتخلي الدهون تنزل معاكي بطريقه سريعه جدا. ده كده يا جماعه الليمونتين بتوعنا قطعناهم شرايح زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وطبعا هنستخدمهم بقشرهم بحاله، نحطهم كده على جنب ونشوف مع بعض تاني مكون. طبعا زي ما انتم شايفين معايا الزنجبيل ده يا جماعه، الزنجبيل فريش ده ان شاء الله هنستخدمه. هناخد منه مقدار قطعه صغيره كده اهوت. ده طبعا اللي احنا هنستخدمها النهارده في وصفتنا اهو. كلنا طبعا عارفين فوائد الزنجبيل. الزنجبيل ده طبعا اي حد عايز ينزل الوزن بتاعه بنقول زنجبيل. زنجبيل كويس جدا واكتر حاجه بتنزل معاكي الوزن. عايزاكم تتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تستفادوا من الوصفه صح. محدش يعرف الوصفه مكونه من ايه وايه، لا اهم حاجه طبقي الوصفه صح. ده كده يا جماعه اهوت الزنجبيل هنخرطه خرط صغيره كده اهو. ده كده اهوت وبرده هنقطعه بالشكل ده كده. عايزه يعني ايه انعمه كده على قد ما اقدر ان شاء الله هنعمه. بصوا في الحجم ده كده اهو. يبقى انا كده دلوقتي معايا الزنجبيل، معايا الزنجبيل والليمون. نبدا ناخدهم كده على جنب، شرايح الليمون والزنجبيل. ناخد برضو الزنجبيل كده اهو. تمام كل الحاجات دي هنحطها على جنب هنا دلوقتي. وتعالوا يلا كده نشوف معانا ايه هو المكون اللي بعد كده. ده طبعا يا جماعه الكرنب. تمام ده الكرنب اللي احنا بناخده دايما في السلطه، بنحطه على السلطات بتاعتنا، بنحطه بنشربه كمشروب او كشوربه يعني بمعنى اصح. ده طبعا الكرنب دوت ده له سحر رهيب جدا. ده فيه كميه الياف عجيبه جدا. ده طبعا بيحسسك دايما بالشبع، مبيخليناش دايما عندنا شراهه على الاكل. وكمان بينسف معاكي كل الدهون. ده يعتبر اقوى مشروب هتستخدميه النهارده لحرق الدهون. طيب تعالوا بقى كده يلا نشوف هنستخدمه ازاي اهو. نحاول ان احنا نقطعه قطع صغيره كده اهو. نحاول بس ننعمه كده على قد ما نقدر. لو تفتكروا كنت عملت لكم الوصفه ديت قبل كده وفعلا كانت جابت نتيجه كويسه جدا مع ناس كتير، علشان كده حبيت ان انا اعملها لكم برده النهارده.
حاولوا يعني تعملوا كميه اللي انتوا عايزينها. عايزين تكتروا الكميه ماشي مفيش مشكله، وتعملوها عندكم مفيش مشكله. عايزين تعملوا يعني على قد صابح بصابح برضو مفيش مشكله. تمام، انا خلاص عملت الكميه دي يعني كفايه قوي، حلوه قوي. ده طبعا ممكن ان احنا نعينها لوقت تاني برضو هنعمل. تمام، دلوقتي بقى كده هنجيب الخلاط بتاعنا اهو، وهنبدا ان احنا نعود الكرنب اللي احنا خرطناه بالشكل ده كده. وتابعوا مع الفيديو، لان طبعا الفيديو فيه تكات صغيره كده يا بنات ان شاء الله هتعجبكم. طبعا كل اللي احنا حطيناه دوت هنفرمه كده من غير ميه من غير حاجه، علشان اقول لكم علشان هقول لكم ان شاء الله بعد كده هنعمل ايه. محدش يفكر ان انا هنعملكم عصير، لا هنفرمه بس كده من غير ميه من غير اي حاجه، وبعد كده ان شاء الله هنرجع لكم نقول لكم هنعمل ايه. ودلوقتي بقى كده يا جماعه بعد ما فرمنا هنجيب طبعا اي حاجه كده ان شاء الله نحطها على النار. وده طبعا الخليط بتاعنا اهو، حطينا له نقطه ميه بسيطه عشان بس يلف، انما الناس اللي هي تعمله في الكبه ممكن هي ما تحطلوش ميه عادي. هنبدا دلوقتي ان احنا ننزله كده، ده كده يا جماعه اهو ده الكرنب اللي احنا ضربناه في الخلاط زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا ما نكترش الميه ولا نحط اي حاجه، يدوبك حاجه كده بس تلف ايه مع الخلاط، انما لو انت هتضربيه في الكبه عادي مفيش مشكله. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه، هننزل عليه كده الزنجبيل والليمون اللي احنا عملناه بالشكل ده كده. لسه في مكون كمان، عشان كده انا قلت لكم تابعوا معايا الفيديو للاخر علشان في مكون لسه هنحطه. اللي هو القرنفل. تمام، ده طبعا كده يا جماعه زي ما انتم شايفين معايا هناخد كده حوالي 5 أو 6 حبات من القرنفل اهو بالشكل ده كده اهوت، وهنقوم حاطينه على الوصفه بتاعتنا. وصفه سهله وبسيطه جدا. نبدا بقى ان احنا نحط كوبايه كده من الميه بالشكل ده كده، هنسيبهم بقى كده على النار يغلوا كده لمده 5 دقايق بس. اهم حاجه هنغطي على الوصفه بتاعتنا بالشكل ده كده، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. وده يا جماعه الوصفه بعد ما جهزت معايا، طبعا بردت اهي، غليناها طبعا على النار غطينا عليها علشان تجيب معانا نتيجه كويسه. زي ما انتم شايفين بدات ان هي تبرد، هنبدا دلوقتي ان احنا نصفيها بالشكل ده كده. طبعا كوبايه كويسه جدا مفيده كلتها، يعني طبعا مجموعه عناصر مفيده جدا لجسمنا. ولو احنا استمرينا على الوصفه ديت لمده 3 ايام ان شاء الله، نستمر عليها ان شاء الله 3 ايام، من 3 ايام لاسبوع باذن الله هتجيب معاك نتيجه فعاله كويسه جدا. طيب الوصفه دي هتشرب امتى؟ ان شاء الله كل يوم كده على الريق، واهم حاجه لازم تكون على الريق عشان تجيب معاك نتيجه كويسه. بالطريقه دي هتفتت معاك كل الدهون العنيده وهتجيب معاكي نتيجه ممتازه. تمام، اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو، ويا ريت كمان نشيره. والسلام عليكم ورحمه الله.